لنقوم بمثال آخر حيث نقوم بقذف شيء ما يهبط على مستويات مختلفة لنوضح شيء ممتع آخر. سوف نوضح ما متجه السرعة الحقيقي عند هبوط الجسم مقدارا واتجاها. ودعونا نقول بأننا نطلق جسم من سطح الأرض، سوف ينطلق في زاوية معينة هنا، ولنقول أنه قذف بزاوية مقدارها 80 درجة. إذن هذه الزاوية تساوي 80 درجة. دعوني أقوم بتوضيح ذلك. إذن هذه الزاوية تساوي 80 درجة، وسينطلق بسرعة مقدارها 30 متر لكل ثانية. إذن هذا هو طول المتجه، ذلك مقدار المتجه. ولنقول أن الجسم هبط على الأرض، وعندما يهبط هذا هنا على ارتفاع 10 أمتار، إذن هذا الارتفاع يساوي 10 أمتار. 10 أمتار. وما أريد أن أوضحه، ما هي المسافة المقطوعة عند الهبوط على الأرض؟ وربما سوف أعطي معلومات إضافية هنا في اليمين من نقطة الانطلاق إلى بداية الهبوط، ولنقول في اليمين هنا تساوي 2 متر، حيث أننا نريد أن نعرف المسافة التي تهبط القذيفة بها على الأرض. وكما فعلت سابقا سوف نحلل هذا المتجه إلى مركبة أفقية ومركبة عمودية، وسوف نمضي بشكل أسرع، نأمل أن نحصل على هذا النوع، حيث أن المركبة العمودية للسرعة، المركبة العمودية للسرعة تساوي مقدار السرعة الكلية وهي 30 متر لكل ثانية، ضرب جيب الزاوية 80، ضرب جيب 80. والمركبة الأفقية للسرعة سوف تكون، المركبة الأفقية ستكون 30 متر لكل ثانية ضرب جتا الزاوية 80، أي ضرب جيب تمام الزاوية فوق هذا الجانب. سوف أتخطى هذه الخطوات، في الفيديوهات السابقة قمت بتفصيلها جيدا. كم الفترة الزمنية التي تستغرقها القذيفة في الهواء؟ ومرة أخرى في الفيديوهات السابقة القليلة رأينا كيف حسبنا الإزاحة. إذن شرحنا زمن التحليق، سوف نعلم أن الإزاحة تساوي السرعة الابتدائية ضرب الزمن. لنكتب التغير في الزمن، هذا أكثر صحة، دلتا تي. إذن ضرب دلتا تي زائد التسارع ضرب مربع التغير في الزمن مقسوم على 2. الآن في هذا الوضع نعلم مقدار السرعة الابتدائية. سوف نتحدث عن الاتجاه العمودي في اليمين هنا، حيث أن السرعة الابتدائية سوف تساوي هذه. سوف نحاول شرح زمن التحليق في الهواء، وبعدها المركبة العمودية سوف نحدد بعد ذلك، لأنها عند نقطة معينة ستهبط ولن تبتعد أكثر. ونحن نعرف مقدار التسارع، وتذكر أننا نتعامل مع البعد العمودي، موجب للأعلى وسالب للأسفل، حيث أن التسارع يساوي سالب 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع. وما هي الإزاحة الكلية التي نحصل عليها؟ جيد، سوف نبدأ من سطح الأرض ونحن نتحدث عن الاتجاه العمودي، حيث أن الإزاحة الكلية تساوي 10 أمتار. إذن هذه القيمة في اليمين هنا تساوي 10 أمتار. ولتبسيط ذلك، 10 متر، لا أريد أن أكتب الوحدات هنا، هذا كم يساوي؟ 30
ضرب جيب الزاوية 80، هذا يساوي 29.54%. إذن 29.54% ضرب التغير في الزمن، أي دلتا تي، إذن هي تساوي -9.8 مقسومة على 2 وتساوي -4.9 متر لكل ثانية تربيع. ضرب مربع التغير في الزمن دلتا تي تربيع، ونقوم بطرح العدد 10 من طرفي المعادلة ونكتبها بصورة المعادلة التربيعية التقليدية، أي صيغة المعادلة التربيعية، حيث سوف يكون -4.9 ضرب مربع التغير في الزمن زائد 29.54% ضرب التغير في الزمن ناقص 10، وذلك يساوي 0. ونستخدم المعادلة التربيعية لإيجاد الجذور لهذه، حيث أن التغير في الزمن الذي يحقق المعادلة التربيعية سيكون سالب بي، وهي تساوي -29.54% زائد أو ناقص الجذر التربيعي لمربع بي، أي 29.54% تربيع ناقص 4 ضرب A، والتي تساوي -4.9. سالب ضرب سالب هو موجب، سوف تكون 4 ضرب 4.9. ضرب لم أمضي بشكل سريع للتخلص من السالب، حيث أنها ستكون -4 ضرب A، والتي تساوي -4.9 ضرب C، والتي تساوي -10، حيث أن A ضرب C -4.9 ضرب -10. هاتين الإشارتين سوف تلغي بعضهما البعض، كل ذلك مقسوم على 2A تقسيم 4 -4.9 ضرب 2 تساوي -9.8. وكما شاهدت في الفيديو السابق نريد القيمة الموجبة لهذه، والوقت سالب لا معنى له، هذا ما قلناه في الفيديو السابق، إذن نريد قيمة موجبة، وبسبب وجود قيمة سالبة في البسط نريد قيمة سالبة في الأعلى هنا. وإذا كان يوجد لدينا قيمة سالبة هنا وإذا طرحنا هنا القيمة السالبة سوف نحصل على قيمة سالبة هنا، وسوف نقسم على قيمة سالبة وسوف نحصل على قيمة موجبة، حيث يمكننا التركيز على عملية الطرح. يمكنك أن تجربها، إذا استخدمت المقدار الموجب سوف تحصل على قيمة سالبة لهذا الشيء، ويمكنك أن تجرب بعد انتهاء الفيديو للتحقق أن القيمة التي سوف تحصل عليها لا معنى لها. إذن دعنا نستخدم القيمة السالبة هنا، حيث أن لدينا -29.54 ناقص الجذر التربيعي -29.54% تربيع ناقص 4 ضرب، والتي تساوي ضرب -4.9، هذه تساوي 49، إذن ضرب 49. سوف أضيف بعض الأقواس هنا. حسناً، ضرب 49، إذن لليمين هنا سوف نعطي البسط، إذا قدرنا هذا سوف نحصل على قيمة سالبة، وسوف أقسم ذلك على -9.8، ويعطي 5.67% ثانية، إذن هذا يعطي 5.67% ثانية. ونعمل على وضع الوحدات هنا ونتأكد من تحليل المتجهات، سوف نجد أن زمن التحليق يساوي 5.67 ثانية.
إن الذي أريد أن أفعله الآن، النقطة الكلية لهذه، هو شرح المسافة التي تقطعها القذيفة عند الهبوط على المدى الأفقي. جيد، المركبة الأفقية للسرعة في اليمين هنا، ونحن نعلم أن الإزاحة في الاتجاه الأفقي. سوف تكون المركبة الأفقية للسرعة، إنها سرعة ثابتة، إنها مساوية لمعدل السرعة في الاتجاه الأفقي ضرب التغير في الزمن. إذن هذه سوف تساوي 30 ضرب جتا الثمانون ضرب 5.67%. لن أكتب الوحدة، هذه متر لكل ثانية، وسوف تعطي الإجابة في المتر. إذن مرة أخرى لدينا الزمن، وهو 5.67% ضرب 30 جتا الزاوية 80. إذن الإزاحة المدى الأفقي تساوي 29.53 متر. إنه متجه، هذه الإزاحة الأفقية المدى الأفقي يساوي 29.53% متر. الآن لقد حللنا الكثير من المتجهات. إن المثير في هذا الفيديو بناء المتجه، حيث أننا نعلم المدى الأفقي ونعلم البعد العمودي، إنه موجب 10 متر. ما هي الإزاحة الكلية؟ دعني أكتب هذا هنا. لدينا مدى أفقي مقداره 29.53% متر، وإزاحة عمودية مقدارها 10 أمتار. إذن 10 أمتار. ما هي محصلات الإزاحة؟ باستخدام نظرية فيثاغورس، مربع محصلة الإزاحة سوف تساوي مجموع مربع هاتين الاثنتين. هذه هي نظرية فيثاغورس. دعني أكتبها هنا. هذا مقدار الإزاحة لليمين هنا. مقدار محصلة الإزاحة سوف يساوي 10 متر تربيع زائد 29.53%، 29.53% تربيع. لحل هذه سوف نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين. إذن أخذنا الجذر التربيعي لكلا الطرفين، وسوف نحصل على محصلة الإزاحة. سوف نستخدم الآلة الحاسبة لإظهار النتيجة. إذن مقدار محصلة الإزاحة تساوي الجذر التربيعي لمئة زائد 29، وسوف أستخدم كل هذه المعلومات. سوف أستخدم الإجابة، والإجابة السابقة كانت 29.53% تربيع، وتعطي إزاحة كلية تساوي 31.18% متر. وبالطبع هي متجه، هذا هو المقدار فقط. سوف نحدد الاتجاه، حيث أن إحدى الطرق هو إعطاء الزاوية مع الأفقي، ولنسميها هذه الزاوية بثيتا. ومرة أخرى سوف نستخدم النسب المثلثية هنا، ويمكن استخدام النسب المثلثية لحد كبير، ولكن نعلم أن الاتجاه المعاكس يساوي 10، ونعلم أن هذا الجانب يساوي 31.18. لما نستخدم الجيب؟ الجيب سالب فوق هذا الجانب، ونعلم أن جيب ثيتا يساوي 10 على 31.18.
أو إذا أردت إيجاد قيمة ثيتا سوف تجد الجيب العكسي لكلا الطرفين. ثيتا تساوي معكوس الجيب، معكوس الجيب لعشرة على 31.18. ومرة أخرى نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد القيمة. سوف نأخذ معكوس الجيب، هنا سوف يعطي الزاوية عند أخذ الجيب، سوف أحصل على هذه القيمة. إذن معكوس الجيب للعدد 10 على 31.18، 31.18 يساوي، يعطي الزاوية التي جيبها يساوي 10 على 31.18. إذن لدي 18.71%، إذن هذه تساوي 18.71% درجة فوق الخط الأفقي. هنا بنينا متجه، ننظر للمركبة الأفقية والمركبة العمودية، وسوف نكون قادرين على شرح محصلة المتجه. هذه القذيفة في هذا الوضع، المسافة الكلية لجعل الأمر واضحا سوف يكون ممرا يشبه هذا. وحسبنا محصلة الإزاحة، إزاحة كلية وهي 18.71%. وأدركت عندما بدأنا المسألة، سألتك، أعتقد أنني سألتك ما هو طول المنصة، وشرحنا الإزاحة الأفقية. إذا أردت أن تعرف طول المنصة، المنصة ترتفعه 2 متر في اليمين، إذا تبتعد عن المنصة مسافة 27.53% متر حيث مكان هبوطها.